السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا سيدنا عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. حضرتك انا عندي سؤالين. السؤال الأول، شغال في محل أقمشة وفي نوع معين في الأقمشة حريمي ورجالي، في نوع معين في القماش النسائي يعني سواريه اللي هو بتاع الفساتين، ده طبعا معظم النساء يعني الأفراح دلوقتي. أنت تاجر أقمشة؟ اه بيعهم عليك أنت، مشكلة اللي تفصلوا غلط هي المسؤولة. السؤال القماش ده بتاع الفساتين اللي هو في يعني، أنا أسألك سؤال حاجات بتلمع وكده، معلش يعني تطريز. اصبر بس عليا ولا تؤاخذني في سؤالي. اتفضل. يعني زوجتك ما بتلبس لك أي مرة فستان سواري؟ لك أنا أنت. مش متزوج يا سيدنا، آه بس الفساتين دي يعني بتتلبس معظم النساء للأسف الأفراح دلوقتي، لا معظم النساء نستطيع أن نمنعها. الرسول عليه الصلاة والسلام أتته حلة سيراء من حرير، حلة سيراء من حرير، قال عمر: يا رسول الله خذها تجمل بها الوفود والأعياد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. فقال ثم أرسل بها النبي إلى عمر، جاء عمر حزينا قال: يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك.